بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نبتدي اليوم سباعيات فريق نادي نجمة النويدرات مع عباس مطر الكرة، والكرة يلعب ليلة النجم، ونجم يسجل جول هدف أول النجم. أتمنى من الله القدر أن تنجح هذه الفعالية، وأشكر المنظمين علي على إدارة نادي النجمة على تنظيم هذه الدورة، ولكم جزيل الشكر والعرفان. نشكر جميع المنظمين ونشكر الأخوة في فريق النجم الرياضي بتنظيم هذه التظاهرة اللي جمعتنا كامل، من زمان ما تجمعنا ويا بعض. جواك كاظم، الأخوة كامل هنا، أبو خليل، حبيب، كل هذين الحمد لله رب العالمين كنا نلعب وياهم من قبل 17-18 سنة، أمثال الأخ جعفر قنبر. الحمد لله رب العالمين، يوم كبرنا ونتجمع على قلب واحد وروح واحدة، نهنئ الفائز ونقول هارد لك للمغلوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب مسوي الملعب يسوي سباعيات تنشيطية وحبية إلى الأخوان، ونلتقي بهم من زمان، بعض الوجوه ما التقينا بهم، وما شاء الله الشباب يواصلون هذه السباعيات، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. فريق العريق وجمعنا بهالحضور هالحلو هذا، بس كنت اتمنى ان يكون في وجوه اللي لعبنا وياها تكون موجوده حاضره، نتمنى ان شاء الله في المباراه في الفعاليات الجايه يكونوا موجودين. ما بذكر اسماء بس اعم الجميع ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع. فريق الرفاع ايدوه. طبعا اليوم افتتاحيه سداسيات النجمه، 8 فرق تلعب، والهدف من السداسيات تجميع الفريق مرة ثانية، لأن مدة طويلة الفريق ما هو متجمع، وفي هذا اليوم إن شاء الله نحثهم على التجمع في الدورة الافتتاحية، ونتمنى للفريق كل الفرق التوفيق. حي أهل الديرة واللاعبين كامل اللي شاركوا، ونبغي كل مرة وكل مرة سباعيات، وجاية الحين إن شاء الله في شهر الفضيل، نتمنى أن فيه دورات ويكون كلهم مشاركين، ونشوف كل اهل الديره من وزارات كلهم يشاركون فيها، ونتمنى لهم النجاح بالاحسن ان شاء الله، وشكرا لكم كامل اللاعبين، التوفيق. والله الفريق يعني ادى اللي عليه، يمكن ما كان في انسجام اول مباراه، بس ان شاء الله ما بقى علينا مباراتين ان شاء الله. علينا شو اسمه حسن عيد قال وش حلاوته؟ لا ان شاء الله المباراتين الجايين بنغلب. خلاص اكو محمد قال بيشتغل على الحين. طبعا احنا اليوم يوم الجمعه نلعب مباراه دوره سداسيات النجمه، تعودنا دائما في هذا الفريق منذ عشرات السنين، دائما نشاط فيه، حيويه فيه، دائما يلم اهالي القريه، ودائما ان شاء الله هذا مستمر بجهود اللاعبين. طبعا احنا خلاص راحت علينا كبار، اليوم هم مجمعيننا احنا ويا الشباب الصغار من اجل الماضي بالحاضر يعني، والحمد لله، وطبعا نشكرهم على هي اللفته، ونتمنى لهم دائما الموفقيه. وطبعا احنا بعد غلبنا اليوم سمي فريق نسترا شو، ولكن غلبنا 1-0. اولا نشكر اداره ملعب النجمه على تنظيمها هذه الدوره بين المتقاعدين طبعا وبين شباب المستقبل. هارد لك الينا، وان شاء الله في المباريات القادمه راح نغلب المالشيه، ومنه بعد ما ادري والله، والفريق الثاني. لعبنا المباراه الاولى والنتيجه 1-1، سجل هدفنا لو احمد مرهون. نعم صراحة يعني كانت مباراة ندية وقوية، مع أن أول ما بدينا يعني إحنا أول مباراة في الدورة، وكان الفريقين ناقصين، يعني إحنا بالنسبة إلينا فريقنا فايق جعفر ما جاء من وقت، وصراحة يعني سبب إلينا شيء فراغة كبير ما يملأ. طبعا الهدف اللي سجلناه هو نتيجة يعني عمل جماعي، وانا اشكر الجماعة انهم كان نلعب مثل هذا النسق، والفريق الثاني ايضا بعد كانت روحه رياضية. احنا نتمنى هدف هاي الدورة نفسها نحن نتجمع تجمع رياضي، نلعب مع بعض، نحب بعض، نرجع مثل ما كنا اول، والسلام عليكم ورحمة الله، الموفقية للجميع. نشكركم على اهتمام هذا، لان الفريق ينظم دورة الى القرية كامل، الى لم الشباب التعاون مع بعض، ويعتبر هذا الدوره ما هي اول دوره الفريق ينظمها، نظم دورات اكثر من هذه، واحنا نشكر الشباب القائمين على تنظيم كامل، ونشكر جميع من شارك في هذه الدوره، من لاعبين، من متفرجين، ونشكركم على الحضور هذا،
ونتمنى التوفيق. شاهدنا في القضية أبو أحمد عاد الفطوم لحد نص المباراة ما جاء. فعشان كذي وش اسمه؟ فعشان كذي ما تعادلت ما صارت النتيجة زينة. شاهدنا في القضية جاء أبو جعفر وهو اللي عزز لنا القوة انه يجيب عادل فطوم وبيضنا أبو راضي وجبنا الجول. ملعب النجمة أحلى وكل يوم نجيه. هذا أحسن ملعب في النويرات وكل الناس يجونا عشان يلعبون ومسوينا الحين فرق. صيتشوبنا يعني كميل بربوري هاي حزات يشتغلوا فار تايم واحنا ناقصين نحتاجه عدل ناقصين دفاع. ومع ذلك الحكي للإدارة صراحة خوش تنظيم وما قصروا خلال هاليومين اللي اشتغلوا فيه. تشوفون الملعب كامل يعني الأشباك مبدلة الرمليات الأرضية معدلة بالرمل يعني ما قصروا صراحة يعطيهم العافية. نشكر إدارة الملعب على إقامة السباعيات وغالبون ناقصين واحد وكله من الحكم يوسف ربيع كله من الحكم. بس الامتحانات ولاد والله مدوختنا. أنا جاي على امتحان يوم الأحد وما راجع شيء. مأجل امتحان له دكتور نسيت اسمه سلمان بودعيج. أتمنى أنك تأجل الامتحان. اليوم الجمعة والناس كلها متجمعة وسباعيات الغربي حلوة والله اللي بارك الله في اللي سوى السباعيات جمعها الشباب كلها شايب صغير كبير والحمد لله. ولعبت مبارتين وتعادلت ربعي ما يعرفون يسجلون اقوال باطين كبدي. انا الحين بروح العب داخل ما اخلي الحراسه تولي احد يكلمني ونفسيتي تعبانه وان شاء الله بخليك الحين تطلع هجوم وبصير حارس بدالك. مو يسجلون عليك اقوال عفا عليك ابو علي. المباراه الثانيه المباراه الاولى كنا مغلوبين والمباراه الثانيه تعادلنا وان شاء الله الثالثه نخلصها على خير ونمشي لان الشمس حرقتنا والله يعودكم جميعا. نحن هنا في ملعب النجمه مباراة بين الشباب وهذه المباراة تجمع أبناء القرية كبارا وشبابا وصغارا ونحث على أن يستمر هذا الشيء في القرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا 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 وأشكر يعني إدارة الساب وأشكر عميد وأشكر عميد الساب أبو حسن يعني ونتمنى أن تكون دوم هذه الدورات حاضرة والحضور يكون أكثر وأكثر. طبعا نفتقد اليوم لاعبين افتقدناهم مثل حسين ناصر والمرحوم فيصل مدن. افتقدنا هاي اللاعبين الشباب الله يرحمهم إن شاء الله ما ننساهم في هاليوم. كان لهم بصمة في هذا الملعب ولهم تاريخ وفيصل وحسين كانوا من نجوم هذا الملعب والله يرحمهم إن شاء الله. طبعا لعبنا اليوم المباراة مع الحد للأسف الشديد انهزمنا 1-0 خطأ من الحارس. طبعا كان هجومهم قوي مكتملين العدد احنا ضيعنا فرص ولعبنا كان تشتيت ما في تفاهم ولهذا السبب انهزمنا 1-0. نتمنى المباراة القادمة نفوز إن شاء الله. أول شيء أسلم على الشباب وأقول لهم الجايات إن شاء الله أكثر للملعب والمباريات غالبين ونقول هردلك للمغلوبين. طار عليك. احنا ما نصرح بس من اخر البطوله حداويه ان شاء الله. ابو حسن بطل الدوري الحد بطل الدوري وجايز يفوزهم بالبطوله بعد. احنا نطالب تاجيل المباراه والدوره بسبب الفلوج المستمره. يوم احنا صغار هنا كنا نجي نشوف لهم يلعبون الدوره وهم كبار. طموحنا بس ان كنا نشارك وياهم وهذا احنا اليوم نشارك وياهم ومستانسين وفي ناس واجد تمنيناهم يكونوا موجودين يعني بس ظروفهم ما سمحت. واشكر كل القائمين على هالدوره وكل الموجودين وان شاء الله بنفوز. نشكر القائمين على هذه الفعاليه مباريات سباعيات لتجمع اكثر شباب من القريه وهذا ان دل على شيء دل على الحاله الاجتماعيه المتوفره في هذه القريه ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم جميعا. هنيئا لفريق الرفاع بالتاهل الدور الثاني. صراحه يعني ما كانت مباراه سهله ولكن عزيمه الشباب كان لكن عزيمه الشباب بارادتنا وصلنا. مثل ما قلت لك انهزمنا اول مباراه وراح نتاهل والحمد لله تاهلنا بتعادل وفوز ساحق 4-0. هذا التجمع والله في صالح القرية يجمع الشباب يتعارفون
ويا ريت يكثرون من التجمعات هذه الرياضيه. صراحه مباراتنا الاخيره مع فريق الرفاع. نعم نعم الرفاع الابي نعم والنعم فيه وما تغلبونه. احنا صراحه يعني فريقنا الاهلي متعود على انتصارات قويه، لكن النتيجه اللي جت في النهايه ما تعكس وضع الحال اللي كان في الملعب. يعني سيطرنا عليهم سيطره كامله 78% مقابل ما يتراوح 12%. يعني هم يعتمد على الهجمات المرتده في نهايه المباراه. في نهايه المباراه صراحه انا اقول مبروك للفريق الفائز. الله يبارك في حياتك يا ابو محمد. وطبعا الف هارد لك، لان لعبنا من دون كارتات صفران، ولاعبين الاهم شيء اللعب النظيف وسجلنا. الهزيمه ما تدل على الضعف، يمكن ضعف الحكم فاول ومشاه لهم وجابوها جول. الشغلة الثانية أنا أوقف دفاع وأبو حيدر تالي يجي يبيضني، وش السالفة؟ دورة ممتازة صراحة، وأتمنى فريق عزوز الخال يخسر ما يوصل النهائي. صمود إحنا صمود. سجلنا جول، حطمنا آمال بعض الأفريقة هنا. صح إحنا طلعنا ما تأهلنا، بس أهم شيء سجلنا جول وحطمنا آمال الفريق اللي ضدنا ما خليناه يتأهل. الرياضة هي شيء جيد جدا، ويجب على كل إنسان أن يمارس الرياضة مشياً، جرياً، حديداً، لعب كرة قدم، وهي أفضل الألعاب كرة القدم. ولم الشمل ولم القرية بحد ذاته شيء جيد ولطيف، والله يألف القلوب إن شاء الله. المباراة كانت زينة، واللاعبين كانوا مجتهدين في اللعب. أكو حين النهائي سترة ويا الرفاع، وشكرا لكم جميعا. نبارك للفريق الفائز، رغم ان احنا ما نستحق الخساره، لكن الكوره هذه فائز وخاسر، واحنا الخاسرين، ونقول لهم مبروكين الى النهائي. وهر لك لفريقنا ولكل من شارك ولا حصل يعني ما تاهل. وهذه شو اسمه الدوري يعني حبيه، ونحاول ان شاء الله في المرات الجايه نكون على اهب الاستعداد للفوز ان شاء الله. في البدايه نشكر اداره النجمه على هذه المبادره بعمل السباعيات، والتي جمعت اهالي القريه بس المخصصين من ملعب النجمه الرياضي. والهدف من هذه الدوره انه يكون التعارف والتفاهم والندية في الملعب في اللعب والحماس. والحمد لله رب العالمين قدرنا اليوم، وقدرنا نجمع هذا الجمهور اليوم واللاعبين، وصار تجمع كبير. ونشكر اللاعبين كلهم على هذه المشاركة، ونتمنى من كل الفرق اللي في القرية أنهم يخطون هذه الخطوة، وإن شاء الله في المرات القادمة تكون سباعيات مالنا على مستوى القرية إن شاء الله، كل اللاعبين يلعبون إن شاء الله.